إن مركز التدريب المهني والصيانة أطلق مشروع تدريب 80 شابا، منهم 40 في مجال تقنيات البناء و20 في صناعة الأثاثات المنزلية و20 آخرون في مجال الكهرباء المنزلية، حيث يتم تنفيذ هذا المشروع الطموح بتمويل من الهيئة الوطنية لترقية العمل، ويتبعون لجمعية الفنيين المهندسين التشاديين في خدمة البناء والعمل، وسيتم تدريبهم في الفترة من 6 يوليو الحالي وحتى 5 يناير عام 2021. في كلمته مدير العمل والتدريب المهني والتأهيل بوزارة الوظيفة العامة والعمل والهوار الاجتماعي ناكيسا سيما، قال إن هذه الدورة ستسمح للشباب الاستفادة من التدريبات الفنية وتطال الاستفادة من الجانب الخدمي والعملي، مما يساعد على الحصول على فرص العمل والاعتماد على الذات. من جانبها المدير العام النائب بوزارة الوظيفة العامة والعمل والهوار الاجتماعي ساندوجينان ممثلة للوزير، وخلال إطلاقها لأعمال هذه الدورة قالت إن هذا التدريب يتماشى مع السياسة الحكيمة التي بدأتها الحكومة في فتح فرص للشباب المؤهلين والمطلوبين التي تمكنهم من الاندماج في الحياة العملية، وذلك من أجل المساهمة بشكل فاعل في التنمية الاقتصادية. وتوجت هذه المناسبة بزيارة تفقدية للورش الأربعة الكبرى التي سيتم ترميمها في هذه الدورة التي تستمر لـ8 أشهر من الآن.